شابي وجمال. عايز تعرف تاخد حصيل السمك ما شاء الله زي دي في ساعتين، كمل معايا الفيديو وهعرفك فنيات صيد المرمار ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله خدنا شوية مرمار خشابي ممتازين، بسم الله ما شاء الله، كان يوم الصباحة ممتازة بصراحة. بس سامحوني بقى على التصوير، طلعت لوحدي النهاردة كانش معايا حد، واللسان كان زحمة والبحر كان بيرش. بس زي ما اتفقنا مع بعض ان اهم حاجة في فيديو الصيد المعلومة، المعلومة هي اللي هتخليك تمسك سمك بنفسك. تخش تتفرج على قنوات الصيد الناس عمالة بتاخد سمك وانت بتطلع بتخش سمك، فاهم حاجة في فيديو الصيد المعلومة هي اللي هتمسكك سمك. النهاردة اشتغلت بجوز واسع، صنار 7 كفتة و8، سلكة رفيعة كونة، والله المستعان. واشتغلت بجوز واسع، فرد 1.25 متر وفرد 1.5 متر. دي افضل ارمة للمرمار لو مفيش قش، مفيش قش يبقى اعمل جوز واسع. صنار سلكة رفيعة كفتة كونة ممتاز جدا، كونة سلاح ممتاز جدا، وتعمل جوز واسع. لو في قش في المية يبقى هتعمل فرد فوق الرصاصة 60-70 سنتي وفرد تحت الرصاصة 1 متر، وتراعي انك تسيب بين الفرد اللي فوق والرصاصة حوالي 30 سنتي عشان الفردين ما يتكعبلوش مع بعض. وفي الحالة دي لو في قش في المية ما تجرجرش، ترمي ويدوبك لم البوش وتركن، ما تجرجرش. مفيش قش في المية جرجر، كلمة السر في صيد المرمار الجرجرة، تاخد السمك ورا بعضه. ده بالنسبة للأرمى. الطعم المرمار خصوصا داخل عليك الشتاء، البرغوت، يا سلام لو برغوت حي ما شاء الله، المرمار روحه في البرغوت، برغوت رقم 1. والعقر شغال النهارده بالعقر ما شاء الله، كان كلمة سر العقر النهارده، كل اللي معاه عقر النهارده خد مرمار مصلح. ودود النار، دود النار نصيحة ما تشتغلش بيه، خليه آخر حاجة. لساعات المرمار بيبقى سايب الطعم كله ماسك على دود النار، فأنت تخليه معاك احتياطي. لكن في مرمار يبقى اشتغل ايه؟ بعقر برغوت حرام، لأن دود النار غالي، فانت تملح حدود النار وتخليه، ما تشتغلش بيه غير لو لقيت فيه دنيس في الميه او المرمار مش داخل غير عليه. لكن موجود مرمار رقم 1 البرغوت، البرغوت الحي، خصوصا ان شاء الله الايام اللي جايه داخل علينا الشتاء، انا بتبقى رقم 1 معايا في الطعم بدور عليه بعد العقر البرغوت. يبقى المرمار ياما في الميه والبرغوت. وزي ما قلت قبل كده، تطلع تصطاد اصطباحة وتمسية، تطلعش في نص اليوم. يعني النهاردة انا طلعت بالظبط شوية السمك اللي انا خدتهم دول من الساعة 7 لحوالي 9:30 10، بعد كده شكرا. تفضل مريحة معاك لحد الساعة 3 على حسب بقى، ساعتين تقعد تمسية. فهو صيد السمك البحر بيبقى حصة الصبح وحصة اخر النهار، وان شاء الله مكملين. اي حد عنده مشكلة من اخواته حبايبي في صيد التشويح الشواطئ، تبلي في التعليقات وباذن الله نرد عليه ان شاء الله اللي جاي احسن. دي طريقة تحضير العدة، اخواتنا المبتدئين اللي برضو ما عندهمش خلفية. قرب كده، قرب كده، ده مدور منه خرصة ومنه الرصاصة، والرصاصة لازم تكون حرة، نفس المنظر كده.
طيب هنيجي للفرد اللي فوق عشان غالب الشغل يبقى فرد فوق وفرد تحت غالبا. حبيت تعمل فرد فوق اسهل طريقه خصوصا لاخواتنا المبتدئين. على كده هتربط مدور هنا صغير تمام، وهتيجي هتجيب حوالي 1.20 متر وتربط فيه العده من تحت. هتجيب مدور صغير تربطه بالخيط الاساسي، والفرد اللي هتربطه فوق الفرد اللي هتربطه فوق تربطه فوق في المدور ده بنفس المنظر كده. دي افضل طريقه خصوصا لاخواتنا المبتدئين، طريقه ربط المدور العاديه اللي كنت شارحها قبل كده. اللي عايز يرجع لها هي موجوده على القناه، سهله وسريعه اهي بنفس المنظر كده. دي افضل طريقه انك تعمل صناره فوق الرصاصه، سريعه وسهله بنفس المنظر كده. تعمل الفرد 90 سم 80 سم على حسب زي ما انت عايز. لو في ميره وفي سمك عايز سمك عامل كبير اعمله متر 90 سم 80 سم، كل ده شغال معاك تمام. ده بالنسبه للفرد اللي فوق. على كده واهم حاجه تيجي تعمل فرد فوق الرصاصه تخلي بين السلاح والرصاصه حوالي 25 او 30 سم عشان الصنارتين ما يركبوش ما يتكعبلوش مع بعض. على كده اقرب بقى طريقه ربط الصناره، واضح تمام. حلقه كده صغيره نفس المنظر، تجيب الصناره نفس المنظر كده، تاخد الفرد ده كده وتلفه فين اهو. برضه شارحها هتلاقيها ليها فيديو، عايز ترجعها هتلاقيها على القناه اهو نفس المنظر كده، وتشد الفتله الصغيره دي اهو نفس المنظر، ترجع بيه كده وترجع تاكد عليه. واضحه الصوره تمام. الصناره الصناره اهم حاجه ان هي تكون واقفه كده. نعمل فرد تحت طوله متر متر وربع، ان شاء الله نتكل على الله. Let's go.